مع أهم خبر حضراتكم حاسين بيه، أخبار الحر والطقس. خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا أن بكرة بإذن الله هيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالنهار، وهيكون مائل للحرارة بالليل، وهتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الشمالية، وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية. بالنسبة لحالة البحر المتوسط هتكون حالته معتدلة لمضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين لمترين ونص، والبحر الأحمر هتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونص إلى مترين. طيب، على هذا الخبر بينضم لي الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور احمد معانا في استوديو الاخبار. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم، طمنا وطمن مشاهدينا الكرام على حاله الطقس الحر الشديد اللي احنا عايشين فيه حاليا. طبعا بتعيش مصر موجه شديده الحراره بدات من يوم السبت، ذروتها كانت النهارده حيث بلغت درجه حراره على مدينه القاهره 43 درجه. مستمر معايا هذا الطقس على الوجه البحري والقاهرة والصعيد غدا إن شاء الله، ولكن غدا هينخفض على السواحل الشمالية ما بين من 8 إلى 10 درجات، فهيكون انخفاض ملحوظ وهيحس به أهلينا في هذه المناطق. من كم لكم يا فندم؟ من 8 إلى 10 درجات بكرة؟ على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ثم الأربع مرة أخرى ما بين درجة ودرجتين. من 8 ل 10 درجات بكرة إن شاء الله على السواحل الشمالية هينخفض؟ على السواحل الشمالية إن شاء الله، يعني النهاردة درجة الحرارة في السواحل الشمالية وصلت ما بين من 38 ل 40، بكرة إن شاء الله توصل إلى من 30 31. طيب دكتور أحمد، الأستاذ وحيد سعود المتحدث باسم الهيئة عند حضرتك كان بيتكلم امبارح معانا إن الانخفاض هيكون بعد بكرة بمشيئة الله من حوالي 7 درجات أو 8 درجات، حضرتك بتقول لنا إن الانخفاض هيكون بكرة مش بعد بكرة؟ لا، الانخفاض بكرة على السواحل الشمالية. طب هيوصل لنا إمتى في الداخل؟ بعد بكرة. بعد بكرة. يعني زي ما قلت لحضرتك يوم الثلاث الانخفاض هيكون على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد يوم الثلاث. طيب بكره برضه هتنخفض يعني نوعا ما على القاهره وعلى الدلتا وعلى شمال الصعيد؟ درجه ولا او درجتين، يعني درجة مش هتكون مش محسوسه قوي. يعني النهارده 43 في القاهره مثلا، يعني بكره ممكن تجيب 40 41. طب كويس، اي انخفاض حتى لو درجه واحده كويس جدا. ممكن توصل ما بين ال 35 36 هيبقى او اقل من كده درجه. هيستمر الانخفاض معايا حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم في 43 درجه في القاهره دلوقتي. ايوه طبعا في الظل، في الحر او في الشمس، يعني تحت الشمس بيكون ما بين 5 درجات و10 درجات زياده طبعا، يعني ممكن توصل فوق ال 50 درجه. طبعا هو زين، عشان اقول الكلام ده لازم ان نقول الاول احنا في الوقت الزمني اللي موجودين فيه في الشمس كانت الساعه كام، الفتره الزمنيه اللي انا قاعد فيها في الشمس قد ايه، طبيعه الارض اللي انا قاعد فيها شكلها ايه، لان الارض الزراعيه غير الارض الاسمنتيه غير الارض الرمليه غير الاسفلت، كل حاجه بيبقى ليها درجات الحراره. طيب في حاجة بتنتشر بشكل كبير جدا في المناطق الشعبية في مصر، يعني قدام أمام المحلات دايما بيرشوا مية، حضرتك بتتابع ده بالتأكيد، هل ده بيأثر على تلطيف حرارة الجو ولا ده ملوش علاقة يا فندم؟ طبعا مع تنبيهنا أكتر من مرة في أكتر من وسائل الإعلام إن هذه الطريقة طريقة خاطئة، بإضافة إلى استخدام وهدر إهدار المياه اللي محدش لاقيها، فهي بتأثر على نسبة الرطوبة في الجو، وده اللي بيخلي الجو احساسك بيه ان يكون اكتر حرارة حتى لو انا ماشي في الظل في الصيف، يعني ما بيزود الاحساس بالحرارة، بتجد ان الحرارة ما بتوصلش 42 و43 زي ما في الربيع، ولكن نسبة الرطوبة اللي بتبقى عالية ديا بتحسسني بدرجة حرارة اعلى بكتير. يعني العكس تماما، لما اهالينا يرشوا مية امام المحلات بتزود الاحساس بالحرارة مش بتقلل. اكيد طبعا، اكيد طبعا، لانه بتزود نسبة الرطوبة، هم متخيلين ان هي ان هتجيبهم وبيقولوا طراوة جيب، لا ده اللي بيحصل عكس تماما ما هم متخيلين. والله يعني كلام كويس جدا، يعني بشكر حضرتك على المعلومه دي بالتاكيد، كنا نعرف العكس تماما فحضرتك بتاكد لنا بالعلم ان لما بيرشوا ميه بتزيد بالاحساس درجات الحراره لانها بتعمل رطوبه، فبالتالي بيحسوا اكتر رطوبه في الجو. هي بتديني احساس، وبقول لحضرتك بيبان
ما بين الربيع والصيف. الربيع توصل فيه درجات الحرارة أعلى من الصيف، ومع ذلك ما بحسش بيه، لو مشيت في الدنيا ما بحسش بيه الحرارة قوي زي ما بيكون في الصيف. الصيف اللي انت لو مشيت والحرارة تبقى مثلا 37-38 برضو ماشي اي في الظل، حتى لو قاعد في البيت من غير مروحة وتكييف بتحس ان الجو حر جدا نتيجة ان ارتفاع نسبة الرطوبة. طيب اهالينا يعملوا ايه يعني اللي ما عندهمش تكييف، ما يقدروش يشتروا تكييف او حتى في الشارع يعملوا ايه علشان يحتموا من حرارة الجو الزايدة دي؟ هو اول حاجة ان احنا نحاول بقدر الامكان عدم التواجد في الشمس المباشرة بفترة الظهيرة وبعد الظهيرة، يعني من الساعة 12 حد الساعة الرابعة بحاول بقدر الامكان ما امشيش في الشمس المباشرة. اذا كنت مضطر يبقى اوقات بسيطة جدا وفي على راسي اي واقي راس سواء كاب سواء شمسية او ما شابه. في ايدي ازازة المية بشرب منها دايما ما بنفطرش لما اعطش. اي واحد بيرفع درجة حرارته ولو درجة واحدة بجري على اقرب مستشفى، وخاصه لكبار السن والاطفال. لو ارتفاع درجه واحده يجري على اقرب مستشفى على طول، ما ينتظرش ان هو يزيد الموضوع معاه، لان احنا عندنا ناس بسطاء قوي. بعض الناس البسطاء دول بيتخيلوا ان بيقول لك يا سيدي هي كوبايه شاي وسبجين هتبقى زي الفل، ويفاجئ ان الحراره وصلت 40 بيوصل في حاله متاخره جدا المستشفى. لا، على ايه يعني؟ احنا مش هنخسر حاجه لو انا جريت بالارتفاع البسيط دون، اكيد هيدوني العلاج وهيبقى عارف عندي ايه بالظبط ويعالجني في ساعتها. ومن المهم كمان ان هو يشرب ميه مش لما يحس ان هو عطشان، لا يشرب ميه باستمرار. يعني انا مش لازم استنى، لان عشان الجلد يقدر يعمل الاخراج بتاعه في صوره العرق بيلقط برضه الجلد شويه. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على المعلومات بالتاكيد المهمه اللي حضرتك قلتها لنا. زي ما قال الدكتور احمد عبد العال ان في لو رشيت امام المحلات زي ما احنا معتادين كعاداتنا كمصريين، لو رشيت ميه امام المحلات هتزود من احساسك انت بالحر لانها بتطلع رطوبه، فبالتالي عكس تماما اللي احنا معتقدينه من زمان. كمان انا بفتكر كان قبل 2011 كان في محافظ القاهره الدكتور عبد العظيم وزير الله يمسيه بالخير لو كان سمعنا، يعني كان عمل قرار مهم جدا، كان عمل طبعا اهالينا يعني مهم جدا ان احنا يعني نحافظ عليهم، بس في نفس الوقت الميه مهم اكتر ان احنا نحافظ على الميه، لان دي روحنا، روح المصريين هي الميه بالتاكيد، روح اي بشر. كان عمل قرار وهو ان اي حد يرش ميه امام المحلات بيتم انذاره في الاول، وبعد كده بيتم غلق وتشميع المحل. اتمنى ان الموضوع ده يرجع مره تانية علشان احنا في امس الحاجه للميه. طيب نروح لتاثير الحر الشديد على بعض القطاعات.